الآن مغادرة سعيد الناصري لمركب محمد الخامس. قلنا بأن سعيد الناصري ما عجبوش الحال، متوتر بسبب النتيجة المسجلة. قلنا بأن رئيس الوداد غير راضي عن النتيجة بتاتا، يعني منذ صافرة نهاية الشوط الأول كنلاحظوا بسعيد الناصري يعني مكالمات هاتفية، متوتر، علامات توتر بين فيه الآن كيغادر مركب محمد الخامس. فريق الوداد قادر أنه يعدل النتيجة وقادر أنه يتجاوز هاد الكبوة اللي وقع في الشوط الأول 1-0. كان يمكن تكون النتيجة أفضل لو سجل بديع أوك ضربة الجزاء الهدف ديال التعادل.